ده انا ممكن اخد الاكل اللي انا باكله نصه اسيبه لها، ما اكلش الا لما يكون معاها. ده حته الفراوليه بتاعتي، اقول لها بتمنى من ربنا بس اخر ايامي اللي انا اطلع معاك العمره اللي انت وعدتيني بيها تطلعي معايا. تعبانه مريضه عندها القلب، ربنا سبحانه وتعالى ما هو ذكر وخلقنا الانسان في كبد. هو ده العيش اللي انا عايش، هو ده العيش اللي انا عايش. اسمي عم زكريا ابو محمد، ببيع الزرع. انا ببيع الزرع من فتره قريبه، بس هو انا كنت حابب الزرع من زمان، يعني انا بقالي بتاع كام سنه بس ببيع الزرع، اما من زمان انا كنت حابب الزرع، وكنت عامل مشتل عندي في المكان من حبي في الزرع. وما جاءت بيا الحال، جت عليا عدت عليا ظروف، واضطريت ان انا ما امدش ايدي لحد ولا استلف ولا اعمل. عندي زرع كنت شاريه بفلوس وهيجيب لي فلوس، اضطريت ان انا ابيع منه، وما لقيت الزرع بيجيب اللي انا اقدر اصرف بيه على بيتي، بقيت اشتري وابيع، بقيت اجيب واشتري وابيع فيه. معاك عيال حد؟ الحمد لله معايا محمد ونور نور الدين، ومعايا احمد. انا متعلم بس ما كملتش دراستي، يعني وقفت لحد معين في الدراسه وما كملتش. اخواتي اللي كملوا وانا ما كملتش، بس اولادي كلهم تعليم محترم يعني. واخدين ايه اولادك؟ انا معايا واحد معاه معهد، ونور بسم الله ما شاء الله مكمل تعليمه وهو في الجيش كمان، واحمد ده هو طلع معاه دبلوم. معاه دبلوم. بتيجي الساعه كام يا احمد؟ باجي حوالي الساعة 6 وبمشي حوالي الساعة 12. تمشي 12 بالليل؟ اه. ده في أيام رمضان ولا في الأيام العادية؟ في الأيام العادية. اه. في أيام رمضان باجي بعد الفطار الساعة 8 بعد ما أصلي العشاء، وبمشي الساعة 12 أو 1 بكتير. طب هل في بيع يا حاج، في حد بيشتري منك الزرع؟ والله في بني آدمين بتيجي والله محترمة بتيجي تشتري مني. اه. وفي ناس ما بتشتريش، برضى باللي ربنا قسمهولي وبروح هقعد أعمل إيه؟ بتعرف تاخد منها احتياجاتك؟ الشغلانه دي شغلانه الزرع وبتاع الزرع، بتعرف تطلع منها فلوس تعرف تعيش وتصرف على البيت؟ والله يا فندم انا الفلوس بتاعت الزرع دي مش يعني مش مقضيه معايا، بس والحمد لله القرش اللي بيسند يعني بي من قرايبي حد كده يساعدوني، هو ده العيش اللي انا عايشه. لا اخاف من موت ليه؟ ادام انا بخاف ربنا، اذا انا مش خايف، ده انا عاوز اقابل ربنا عشان انا بحب لقاء ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ما هو ذكر وخلقنا الانسان في كبد. تعب، لازم تتعب. انت متجوز يا حاج؟ الحمد لله. متجوز من انت من قد ايه؟ من 30 سنه. من 30 سنة متجوز. أيوه. طب وإيه أخبار الحاجة؟ كلمنا شوية على الحاجة كده. ده حتة الفراولاية بتاعتي. حتة الفراولاية. طبعًا. ده أنا ما بروحش ما بيسرحش قلبي لما بشوف. ده أنا ممكن آخد الأكل اللي أنا باكله نصه أسيبه لها. ما آكلش إلا لما يكون معاها. طب لو هتقول لها كلمة تقول لها إيه؟ ربنا يبارك لها في صحتها وعافيتها، وتقدر تقوم، لأن هي تعبانه مريضه عندها القلب، ربنا يزيح عنها يا قادر يا كريم. طب لو قلت لها كلمه تعبر عن الحب اللي جواك ليها؟ اقول لها بتمنى من ربنا بس اخر ايامي اللي انا اطلع معاك العمره اللي انت وعدتيني بيها تطلعي معايا.